إن لإنهاء حالة الحرب مفهوماً واضحاً بالنسبة لنا هو الاستقلال والسيادة للبنان والأمن والحرية للمسيحيين. وأي مس بهذا المفهوم في معرض البحث عن إنهاء حالة الحرب هو خط أحمر ممنوع تجاوزه. إذا كان الشباب البلد شيعاني دايش عدو أصوات عدم مظلمات عادات إهانة صمت بزيادة. إذا كانت الشهادة البلد شيعاني دايش عدو أصوات عدم مظلمات عادات إهانة صمت بزيادة. يا حبيئة استشهادك إثبات لحياتك لثباتك وقناعاتك والله اشتقنا لك يا رئيس. استشهادك إثبات لحياتك لثباتك وقناعاتك والله اشتقنا لك. حي بخياراتك ولك وين هن كلماتك اليوم اكتشفوها اليوم تفهموها بعد زمن وسنين تفهموا تخمين هالعقل الرزين شجاعة قراراتك. يا حبيئة استشهادك إثبات لحياتك لثباتك وقناعاتك والله اشتقنا لك يا رئيس. استشهادك إثبات لحياتك لثباتك وقناعاتك والله اشتقنا لك. يا حبيئة استشهادك إثبات لحياتك لثباتك وقناعاتك والله اشتقنا لك يا رئيس. استشهادك إثبات لحياتك لثباتك وقناعاتك والله اشتقنا لك. حيوا كرامة شعبنا الحر الأمن العام حفلة الأوضاع وبالمبدا رضي أشكار والعاصمة بترابطنا بيوم الفدا دمك عجبك تقول يا أرض اشربي. اشتقنا لك اشتقنا لا نزال نعيش في شبه دولة. اشتقنا لك. وإذا كنا نفضل شبه الدولة على عدم وجودها فيجب ألا نوهم أنفسنا بأن ما نحن فيه هو الواقع المرتجى وإن ما تحقق هو الفردوس.